وسهلا، انا اسمي رانيا ودي بنتي نور الكبيره. النهارده هنعمل حاجه حلوه اسمها معاني. هي سهله جدا وبحاول ان انا اعلم نور ازاي نعملها لانها ما بتدخلش المطبخ خالص بصراحه. احنا محتاجين ميلك، هيفي كريم، سام ناتس، شوجر، وعجينه الباف بيستري، شويه زيت، ولبن الصفا. قصة أم علي بقى كانت ليها زمان كده أيام المماليك، كانت حكاية كبيرة اللي جه منها الاسم. كلنا عارفين شجرة الدر وعز الدين أيبك لأن هو جه في فيلم عربي. ده كان مين، ملك مصر في زمان؟ لا، مماليك، سلطان من سلاطين المماليك، أول سلطان من سلاطين المماليك. أوكي. كانوا بيحكموا مصر. كان متجوز واحدة اسمها أم علي وبعدين طلقها واتجوز واحدة اسمها شجرة الدر. في حد شجرة؟ اسمها شجرة الدر. اوكي. في الاخر خالص مراته القديمة قتلت مراته الجديدة. أوه. وعملت حفلة بقى في البلد كلها وخلطت الدقيق مع مكسرات مع حاجات كتير، وزعتها على البلد احتفال ان ابنها هيمسك الحكم واحتفال بموت شجرة الدر. يا نور، انتي احلى اكله بتحبيها ايه؟ يعني ايه الاكل اكتر اكل بتحبيه؟ اكل مصري. محشي ورق عنب اكيد طبعا. كانش في حد بيعمله زي جدتي. لا كان حلو فعلا. لازم كل واحد يعمل زي ما هو بيحب. بس وهنحطها عليه. ادلقه انا؟ طب كده مش هتطلع معجنه قوي ماما؟ لا لا استني، مش هنحط كله كده. احنا طلعناها من الفرن دلوقتي، هنحط بس شويه ناتس على الوش. اوكي. الناتس براحتكم، بتحبوا اللوز، بندق، وات ايفر انتوا بتحبوا ايه. المهم كمان فيها ان احنا نستعمل الانجريدينتس كويسه، يعني زي لبن الصفا. فعلا اللبن دسم وحلو وطعمه حلو كمان. يعني الاكله دي حلوه، احنا كنا دايما بنستعملها في مصر في رمضان سبيشالي عشان هي سويت، واحنا دايما بعد الفطار بنبقى محتاجين حاجه سويت شويه. قولي لي ايه رايك، خدي الحته اللي على الوش دي جربي قولي لي. تحفه. ايه رايك؟ اكيد حلو عشان من ايدك طبعا. ربنا اي حاجه من ايد ماما حلوه. بس وده الشكل النهائي لام علي.